مذكرات مفتاح للكاتب عمر فوزي. لا أدري متى صيرورتي انبثقت ولا كينونتي حطت على أي زمان، ولكن ترسب في ذاكرتي أول مرة علقت فيها من ذلك النخر الذي يعلو هامتي. حين ذاك لا زال فكي بلا أسنان، سبات أخذني أزمانا لم أستطع عدها ولا إحصائها. أحسست فيها بالبرد كثيرا وبالحر أكثر، بالعتمة الطويلة وبالضوء أطول، حتى جاء اليوم الذي اقتادني من الرف صانع المفاتيح كي ينحت لي أسنانا ويتوئمني على مفتاح فقده صاحبه. لا أدري أين سيأخذني القدر، وأي مكان سيصحبني فيه ذلك الزبون، وأي باب سأغرس فيه أنيابي الجديدة. أسئلة بدأت تطوقني وأنا لازلت عالقا بين فكي ذلك العتي، أي آلة النحت، وهو يطحن أجزاء من فكي ويعود فيصقل أنيابي ويدببها. أفلتني منه عامل المفاتيح بعدها، وأغرقني بالزيت كي يبرد جسدي ويهدأ لهيب فكي. أخرجني بعدها من ذلك الوعاء وأخذ يتحسس بأصابعه شفراتي. كان الزبون رجلا كبيرا في السن، أخذني وطوقني بميدالية قديمة من الجلد المهترئ، طوقني بها وعلقني على خصره. كنت متدليا منها لا أدري أين وجهته وما هو مقصده. جبت معه شوارع وأزقة حانات وأسواق، أصوات علت وعلى معها أصوات. ما كان يؤنسني بتلك الرحلة هو مفتاح صغير بجانبي كنت أصطك به مع كل خطوة يرميها ذلك الرجل. توقف فجأة، استلني على إثرها من نطاقه وأخذ يصوبني نحو قفل كبير صدئ غرست فيه أنيابي الغضة لأول مرة، حيث بدأت أمضغ وساداته القاسية المليئة بالتراب. أذنت له بعدها أن يفتح ذلك الموسط، سحبني وأعادني لخصره. كان منزلا قديما ذو نوافذ مطلة على زقاق ضيق، بالكاد يلامس ضوء الشمس في أوج إشراقها عتباته. مد قدمه اليمنى يلتمس فيها بشرى البركات بأولى الخطوات. دخلنا إلى رواق ذلك المنزل القديم، وقد اعتلى أديمه خيط من التراب. هدوء مخيف ولا أصوات، كأن ساكنيه قد فزعوا من مصاب أو قد حلت عليهم اللعنة فصب عليهم ربهم صوت عذاب، أو قد مستهم ريح صرصر فغادروا بلا رجعة أو إياب. استرسل المسن ممشاه وكأنه يلون ذكراه في هذا المكان، يريد منها أن تعود، فصخبها قتله الهدوء ونورها طمسته ظلمة الإهمال، وبهجتها أغرقتها الوحدة في حوض قاحل من المرمر يتوسط ذلك الرواق، تشمخ في نافورة صغيرة قد بالغ فيها اليبس حد التصدع، متزينة بهشيش من الملح يخبرنا ألا رجاء للماء من عودة. دخلنا بعدها لغرف متشابهة تروي القصة ذاتها، قصة الهجر والعودة التي يشوبها الكثير من التردد. طالعت وجهه أول مرة وأنا لا أزال متدليا من جلدة سواره، وهو يقف أمام مرآة كبيرة أزدل العنكبوت شراكه على زواياها. نظرت إليه وقد ملأت التجاعيد محياه، والتحم حاجباه حتى الالتصاق، وتوقدت مقلتاه برقا لامعا من دمع يوشك على النزول. تنهد بعدها بزفرة طرد فيها عواصف جحيمه وهواها، صم قبضتي يديه بشدة حتى أحسست بجلده وهو يزحل، كأنه عازم على لكم ذلك القدر وهو يتوسل إليه.
متى الارتياح؟ غادرنا هذا المكان إلى زاوية مظلمة خلف الرواق، فيها جذع شجرة عارية غرست في كسرة صغيرة من تلك الأرض الميتة، وقد تسلقت أغصانها عاليا وأخذت وريقاتها الصفراء تلملم ما تجود به الشمس من ضوء بالكاد يمرها، علها تصمد أكثر وسط ذلك الظلام. لم تنتهي الجولة، فلا زال الكشف والاكتشاف ما يبهر فينا العجب العجاب. ليس لي وحدي وأنا الدخيل هنا، بل حتى هذا العجوز المطبق في صمته دون تلك الشهقات تتلوها زفرات وأنات. حل المساء ونحن بين كر وفر في هذا المكان المهجور من أي حياة أو نفر، المليء بحطام من ذكريات مليك العجوز عاد ويجترها مع كل وقفة وكل زاوية وكل فناء، وهو عن ذلك لا يجوز. تبين لي بعدها أنه مالك هذه الدار، وهو الآن عازم على العودة من دون أهله رغما عن كل اعتبار. ومرت الأيام وأخذت الحياة تدب من جديد في هذا الركن العنيد. بدأت الأنوار تبرق وانفجرت عين ذلك الحوض بدفقات الماء المتناغمة من نافورة جديدة حلت محل سابقتها، وسقطت فخاخ ذلك العنكبوت من زوايا المرآة بعد أن عاود العجوز مطالعتها إرضاء لغروره وتصديقا لواقعه الجديد. والشجرة العالية غطتها الخضرة بعد أن زحزح عنها ذلك اللثام، وسطعت عليها إشراقات الشمس الذهبية حتى الغروب، وازدانت الجدران بألوان زاهية علها تخفف عنه وحشة السواد. وفي ليلة كسابقاتها من الهدوء والسكينة، وبينما كنت معلقا بأحد المسامير المشظاط بجانب باب غرفته، حينها كان غارقا بأحلام تتقاذفه الأمواج فيها، حتى صدح صوته ببكاء أشعث رن من شدته معدني، بكاؤه على فراق من أحب، ولوعة أخذت تجلده بصوتها حتى حالت صوته كالشخير. انتهى البكاء وبدأ الضحك، كان يضحك كمن يحتضن أحباءه بعد أن قرر أن لا عودة للقاء. استمر بالضحك حتى أفرغ ما بجسده من هواء، وحل بعدها الصمت، صمت مطبق ولا أثر للصوت. ومضت الساعات والأيام ولا زلت معلقا في مكاني دون حراك. أدركت أن الرجل العجوز قد مات. كنت مفتاحا له، أراد مني كي أعوده إلى حيث كان، وليس لدخول ذلك الخاوي وذلك الصمت وتلك الوحدة التي علت بها الأركان. أراد مني أن أعوده بخيالاته دون جسده مع من أراد. وبعدها أبت روحه إلا الوصال بشرعة سرها، أمر غير معتاد. فتركت روحه ذلك الجسد ولحقت بركب من أحبت.